السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري التونسي للبطولة التونسية الاحترافية وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 7/3/2021 في الجولة 16 من الدوري التونسي. لأول مرة تزور القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، بدأت الجولة 16 أمس السبت 6/3/2021 بفوز بن فردان على الاتحاد المنستيري 3-2. اليوم الأحد 7/3/2021 تم تأجيل مباراة اتحاد تضامين طبعا أمام الترجي الرياضي التونسي عشان الترجي بيلعب في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الثالثة. النجم الساحلي فاز على مستقبل سليمان 2-0، أحرز الأهداف رضوان زردوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول وطيب ميزياني في الدقيقة 93 أو الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني. الاولمبي البيجي تعادل سلبيا امام مستقبل الرجيش، الرياضي البنزرتي تعادل امام نجم المتلوي 1-1، احرز هدف الرياضي البنزرتي صابو في الدقيقه 73، هدف نجم المتلوي عن طريق بوسليمي في الدقيقه 48. الملعب التونسي فاز على شبيبه القيروان 2-0، احرز الهدفين حسين المسعدي من ضربه جزاء في الدقيقه 25 وابليل مالك في الدقيقه 68. والنادي الافريقي تعادل سلبيا امام النادي الصفاقسي على ملعب النادي الافريقي. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري التونسي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري التونسي في المركز الاول الترجي الرياضي التونسي ب 37 نقطه من 14 مباراه. النجم الساحلي في المركز الثاني ب 30 نقطه من 15 مباراه. الصفاقسي في المركز الثالث ب 28 نقطه من 15 مباراه. بن فردان المركز الرابع ب 28 نقطه. مستقبل الرجيش المركز الخامس ب 24 نقطه. الاولمبي الباجي المركز السادس ب 21 نقطه. مستقبل سليمان المركز السابع ب 20 نقطه. منستير في المركز الثامن ب 19 نقطة من 14 مباراة، الملعب التونسي المركز التاسع ب 19 نقطة، اتحاد تضامين المركز العاشر ب 18 نقطة من 15 مباراة. نجم المتلاوي المركز الحادي عشر ب 17 نقطة، الرياضي البنزرتي على المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة ومن 15 مباراة. النادي الأفريقي المركز الثالث عشر ب 13 نقطة، وشبيبة القيروان المركز الرابع عشر والأخير برصيد نقطتين فقط من معرفش كم مباراه بصراحه، يعني هو من كتر ما هو بيخسر من بقوش الجدول هنا يجيبه. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي فراس شواط في المركز الاول لاعب النادي الصفاقسي بسبعه اهداف، وسليمان كوليبالي لاعب النجم الساحلي. في المركز الثاني بليل مالك لاعب ملعب التونسي بسته اهداف، محمد بن درشه لاعب بن فردان. وفي المركز الثالث ياسين الشماخي لاعب النادي الافريقي بخمسه اهداف، ومراد الهزلي لاعب الاولمبي الباجي، وطه ياسين الخنيس لاعب الترجي. المركز الرابع انيس البدري لاعب الترجي، وايمن بن محمود لاعب مستقبل سليمان، كل منهم اربع اهداف. كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه، اشترك في القناه فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.